أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، ونطالع فيها أهم ما تداولته الصحف العربية والمواقع اليمنية، والبداية من المواقع الإخبارية. موقع الموقع بوست أورد تحليلا في صفحته الرئيسية للأداء السياسي لميليشيا الحوثي، وتساءل الموقع: الأداء السياسي للإنقلابيين، هل ستنجح السياسة في ترميم الفشل العسكري؟ وقال الموقع: إن الأداء السياسي للإنقلابيين يتسم بظاهرة باتت ملازمة له، وهي سياسة الهروب إلى الأمام كلما خسر الإنقلابيون بعض المناطق التي يسيطرون عليها عسكريا. واللافت أن خسائرهم العسكرية يعقبها مباشرة تحركات دولية مكثفة تدفع باتجاه الحل السياسي. ويتابع الموقع: من المحتمل أن يواصل الإنقلابيون اتخاذ خطوات سياسية أخرى خلال الفترة المقبلة إذا لم تتكاتف الجهود لتحقيق الحسم العسكري وإنهاء الانقلاب، ويحتمل أن تنتهي الخطوات السياسية التصعيدية بإجراء انتخابات شكلية في المحافظات التي يسيطرون عليها، كل ذلك من أجل تحسين شروطهم التفاوضية ورفع سقف مطالبهم إذا ما تم حل الأزمة سياسيا، ذلك أنهم أي الإنقلابيين يدركون أكثر من غيرهم أن الانقلاب مصيره الفشل. موقع يمن مونيتور تابع العديد من الموضوعات، وعنوان: مشاورات السلام اليمنية أمام مخاض عسير بعد تصعيد الحوثيين لسقف مطالبهم. ومن لحج: الحوثيون يخسرون مواقعهم في لحج وصنعاء وقاداتهم على الحدود مع السعودية. وعن شحنات الأسلحة التي لا تتوقف في مد ميليشيا الحوثي، عنوان الموقع مستندا إلى موقع بريطاني: القبض على شحنات صواريخ حرارية في طريقها إلى الحوثيين من عمان. ومن العناوين: مسؤول دولي: الأزمة التي يواجهها اليمن واحدة من أسوأ الأزمات في العالم. مصير اليمن ودرس التاريخ، تحت هذا العنوان كتب عدنان هاشم مقاله المنشور في موقع يمن مونيتور. وقال الكاتب في أجزاء من المقال: بغض النظر إن انتهت الحرب مع هذا العام أو منتصف عام 2017 كما يشير تقرير الربع الرابع لأكنوميست، إلا أن مصير هذه الحرب أن تنتهي، والوقت يستعجل لمعرفة كيف سيكون الأمر بعدها وما ستخلفه آثارها من دمار اقتصادي وسياسي، والأكثر من ذلك في النسيج الاجتماعي. صحيح أن آثارها تظهر وجها تشاؤميا لمستقبل مجهول تائه لا يعرف موضع أقدامه، لكنه بالتأكيد لن يكون الفردوس، كما أنه ليس جحيما مرعبا. فالتاريخ والتجارب تنضج وتؤشر إلى مستقبل أكثر إيمانا بالحقوق وبالإنسانية والمواطنة المتساوية، وهي أهداف ثورة فبراير اليمنية المجيدة. اليمن تمر كما مرت بلدان كثيرة ووصلت إلى نجاح مستدام، فالجمهوريات الفرنسية المتعاقبة هي ما أنضجت الشعب ونظام الحكم، وهو الأمل الثاني بعد ثورة سبتمبر 1962 أن تكون ثورة فبراير 2011 هي مؤسسة الجمهورية الثانية، والتي أرسى عليها الحوثيون عودتهم، كما أرسى حكم اليعاقبة بعد الباستيل 1789، والذي تحول أرباب النظام القديم أكثر من كونهم صورا لماض تاريخي حديث لتنتعش المقصلة وينتعش التدمير الذاتي للدولة ونسيج المجتمع. ورغم كون اليعاقبة لم يستمر إلا 5 سنوات، إلا أنه ظل وصمة عار في تاريخ فرنسا، فيما مثلت الباستيل رمزا للتحرر والانعتاق من العبودية، ومثلها فبراير. من يقرأ التاريخ لا يخاف ولا يخشى أن تؤول الأمور إلى الأسوأ، وإن كانت شواهدها عديدة في الحاضر، لكن المستقبل أكثر إيمانا بأن اليمنيين لا يمكن أن يعودوا إلى ما قبل سبتمبر، ولا يمكن أن يعيشوا مرحلة ما قبل فبراير كما كانت أوروبا التي لم تعش بحكم ما قبل الباستيل.
أمن عدن يرحل 200 شاب من الأفارقة الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية. ووفقا لموقع عدن الغد، فقد رحلت شرطة مديرية البريقة 200 شاب من أصول أفريقية دخلوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية، ومعظمهم لا يحمل أوراقا ثبوتية عبر منفذ الضربة. مدير شرطة البريقة خالد العلواني قال إن الأجهزة الأمنية بعدن تعاملت بصورة إنسانية مع المهاجرين غير الشرعيين من أصول أفريقية، مراعية مواثيق الأمم المتحدة والاتفاقات الدولية ذات الصلة. وأضاف العلواني أن ترحيلهم جرى بصورة لائقة وبالتنسيق المباشر مع قوات التحالف العربي. يواصل موقع المصدر أونلاين متابعته للإفراج عن الموظفة الأممية نوران حواس، ويقول استنادا إلى مصادر دبلوماسية إنها كانت ضحية لمخطط إجرامي لطلب فدية. وقالت المصادر إن عملية الاحتجاز التي تعرضت لها الموظفة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت عبارة عن مخطط إجرامي بهدف كسب المال من دون أن تستبعد وجود صلات بين محتجزي حواس وأطراف سياسية لم تحددها. وكانت حواس خطفت في الأول من ديسمبر 2015 في صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم الموالون للمخلوع علي صالح منذ سبتمبر 2014. وقد أكدت المصادر الطبية أن حواس تواصلت مع ذويها في تونس وأنها تخلد للراحة حاليا وستبقى في مسقط ليومين أو ثلاثة، مرجحة أن تتجه بعدها إلى جنيف حيث مقر الصليب الأحمر الدولي. أطلق سراحي يا أمين. تحت هذا العنوان كتب محمود ياسين مقاله المنشور في المصدر أونلاين، وقال الكاتب في أجزاء من المقال: بقي أسبوع وتكتمل السنة، وفي ذكرى احتشادنا البطولي لفك الحصار عن تعز أتذكر ملامحك، فيتحول طعم كل شيء في فمي إلى رماد. ضربوك يا أمين، اقتادوك وأهانوك، ولا يزال صوتك يتردد في أذني ونحن ندلي بأسمائنا لضباط الأمن السياسي. تقول بصوت متهدج يعرف ما الذي ينتظرنا: اسمي أمين الشفق. بقي أسبوع يا أمين ليكتمل العام الذي لم أنم فيه ليلة واحدة، العام الذي شاهدت فيه كل أفلام محاربي الساموراي وهم يتساقطون بشرف من لم يتخلون عن واحد منهم. وعندما أخفق قائدهم في استعادة أحد فرسانه من الأغلال سحب سيفه وبقر بطنه محشرجا: بأي وجه أعود لزوجتي وقد تخليت عن الفارس الأخير؟ سنة يا أمين أظهرت الدماثة لأبو أحمد الحوثي ولعبد الملك العجري الذي يقال إنه خال عبد الملك الحوثي شخصيا. أخبرتهم أننا أهل، قلت أشياء كثيرة قد لا تتفق أخلاق الفرسان، فقط ليطلقوا سراحك وأنام، لكنهم تركوك للغياب وقلة المروءة. وها نحن يا أمين، احتدام في أصابع عنتر المبارزي ورجفة في أنف محمد علي عبود المليكي والكثير من التشنج في صوت أحمد خرصان. وقد خسرنا جميعا فكرة شرف الفرسان الذين عادوا لزوجاتهم وتركوا لزوجتك تتشمم الكوت المدمى الذي بقي منك. كل الذين يكتبون عن قيودك يقيدونني بالتحذيرات: إياك أن تذهب لمقابلة رئيس اللجنة الثورية، لا تقترب من عبد الملك العجلي، إياك أن تسقط. بينما كنت أحاول فقط خوض تفاوض شريف مع المحاربين وفي كبدي تتضور ملامحك وأنت ترسف في الأغلال، وعيالك يبكرون صباح العيد تبحث أيديهم الصغيرة عن كف الأب الذي انتزعه الغياب، تاركا لأصابعهم الصغيرة وحشة الفراغ ولؤم دنيا تسيست على حساب شتات الأطفال. موقع الوحدوي نت تابع أحد الموضوعات المرتبطة بالتعليم وعنوان: اليونسف تدعو لتجنيب المدارس أضرار الحرب. وقال الوحدوي نت إن منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسف دعت أطراف النزاع اليمني إلى حماية المدارس وإبقائها بعيدا عن أي ضرر جراء الحرب بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد. وذكر مكتب اليونسف في اليمن في بيان أن الحرب المستمرة منذ أكثر من 18 شهرا أثرت سلبا على الأطفال ودمرت البنى التحتية للمنظومة التعليمية في البلاد، كما أدت إلى حرمان ملايين الأطفال من فرص التعليم. وقال ممثل اليونسف في اليمن جوليان هارنس في البيان:
قتل العديد من الأطفال وهم في الطريق إلى مدارسهم أو أثناء الدوام المدرسي، ويجب على أطراف النزاع إبقاء الأطفال والمدارس بعيداً عن أي ضرر وإعطائهم فرصة للتعلم. وأشار ممثل اليونيسيف إلى أن الأطفال خارج المدارس أكثر عرضة للخطر لخطر التجنيد والانخراط في القتال. جولتنا المصورة اليوم بين أهم الصور التي أوردها موقع الموقع بوست، والتي توثق السفينة الإماراتية في إحدى رحلاتها إلى سواحل اليمن قبل أن تعتدي عليها ميليشيا الحوثي وقوة المخلوع الصالح أثناء الإبحار. نتابع الصور. نذهب إلى فاصل قصير قبل أن نعود لنطالع أهم ما نقلته الصحف العربية في الشأن اليمني، ابقوا معنا. من جديد نرحب بكم ونصحبكم في جولة بين أهم ما تقوله الصحف العربية الصادرة اليوم، والبداية من صحيفة العربي الجديد والتي قالت بأن هناك 7 ملايين يمني لا يعرفون هل سيتناولون وجبة قادمة. تقول الصحيفة عن مسؤول أممي إن 7 ملايين يمني لا يعرفون ما إذا كانوا سيتناولون وجبة قادمة أم لا، مع تردي الأوضاع الإنسانية جراء الصراع المتصاعد منذ أكثر من عام ونصف عام. وأضاف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والاستجابة الطارئة ستيفان أوبراين خلال مؤتمر صحفي بمطار صنعاء الدولي أن 14 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وأشار أوبراين إلى أن 80% من إجمالي سكان اليمن المقدر عددهم ب 28 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية جراء النزاع المتصاعد منذ 26 من مارس 2015. وإلى صحيفة الاتحاد الإماراتية والتي عنونت الجيش اليمني يسيطر على جبل استراتيجي شرق صنعاء، وتقول الصحيفة إن الجيش اليمني مدعوما بغطاء جوي من التحالف العربي سيطر على جبل استراتيجي في بلدة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء. وقالت القيادة العسكرية في بيان إن قوات الجيش اليمني مدعوما أو مسنودة بالمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير جبل بحرة الاستراتيجي أعلى قمة في منطقة حريب بنهم في بلدة نهم التي تبعد 40 كيلومتر عن عاصمة البلاد. وأضاف البيان أن قوات الجيش خاضت معارك عنيفة مع الميليشيا الانقلابية بتغطية جوية من مقاتلات التحالف العربي الذي شن 15 غارة استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيا. صحيفة الخليج الإماراتية عنونت الأمم المتحدة لا تعترف إلا بحكومة منصور هادي. تنقل الصحيفة عن روبرت كوليفيل المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة قوله في مؤتمر صحفي بجنيف إن الحكومة التي يتحدث الحوثيون عنها وعن تشكيلها هي حكومة لا تعترف بها الأمم المتحدة، وإنما تعترف فقط بحكومة الرئيس هادي كحكومة شرعية للبلاد. ووجه المتحدث الاتهام إلى قوات المتمردين الحوثيين ووحدات الجيش الموالية للمخلوع صالح بقتل 10 من المدنيين على الأقل، بما في ذلك 6 أطفال في تعز وإصابة 17 آخرين بينهم 6 من الأطفال و3 نساء، وذلك باستهداف شارع مزدحم قرب سوق في منطقة بير باشا بحي مضفر. لزوم ما يلزم، الاستحضار السلبي للتاريخ. تحت هذا العنوان كتب عبد اللطيف الزبيدي مقاله المنشور في صحيفة الخليج، وقال الكاتب في جزء من مقاله: أمس الأول فازت اليابان بكأس العالم للطب، وأمس حازت بريطانيا الميدالية الذهبية في أولمبياد الفيزياء. نوبل كان الحكم في هذه الألعاب الحضارية الإنسانية النبيلة. عالمنا التواصلي العربي لا يزال يعيش في الماضي،
في العالم العربي مشكلة زمان ومكان. الغريب هو أن الباحثين والدارسين لم يولوها الأهمية التي تستحق، إلى حد أن أعداد الواقعين في حبائلها كل يوم في ازدياد. مشكلة المكان تتمثل في أن المنطقة العربية تعاني فراغاً جيوسياسي منذ عقود، الدلائل غير خافية، حتى إنها أصبحت علكة في أفواه أهل الجغرافيا السياسية في العالم، والعرب أقل الناس انشغالاً بهذه الإشكالية الحيوية وعكوفاً على علاج تبعاتها. فهل ينبغي لأصحاب منطقة أن يتركوها فارغة وهم فيها؟ كوميديا فيزيائية، كيف تكون المادة في حيز ويكون في الوقت نفسه فارغة؟ ها نحن أثبتنا بالدليل العلمي مقولة علماء فيزياء الكم إن الفراغ ليس فارغا. مشكلة الزمان ليست دون ذلك إدهاشا. في الحاضر نجد الفراغ الذي يظهر العجز عن ملئه، والبرهان هو سعي فئات لا تحصى إلى سد خوائه باستدعاء الماضي واستحضار التاريخ. نوقظ أبا فلان وابن فلتان من مراقدهم ليملأوا الفراغ. إذا افتقر الحاضر إلى مصطلحات حديثة عصرية في السياسة والاقتصاد والعلوم، ننقب في دفاتر القرون الخالية عن المفردات التي تغطي الافتقار، وبما أنها ذات صلة إيحائية إيهامية بالدين، فإن عشرات الملايين من الأميين ستنطلي عليهم الحيلة ويتوهمون أنها هي التعاليم وأصول الدين، وهذا مكسب كبير. عن ساعات الرعب التي عاشها الطاقم السفينة التي تعرضت لهجوم ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح، تحدث عدد من أفراد طاقم السفينة الذي نجوا من الحادث لصحيفة البيان الإماراتية، وقالوا إن عدد أفراد الطاقم 25 من جنسيات مختلفة، أصيب 3 منهم بجروح وقد تلقوا العلاج في أحد المستشفيات، وأنهم انتظروا ساعة ونصف حتى تم إنقاذهم. ويقول أحد أفراد الطاقم إنه كان نائما وشعر بضربة قوية وسقط من فوق السرير، وسقطت خزانة حديدية على ظهره، حاول تفاديها لكنه فقد الوعي لبرهة، ثم حاول الاتصال ببعض أفراد الطاقم الآخرين وحاول الاستغاثة وطلب الدعم. وقال أفراد الطاقم إنهم حاولوا الاحتفاظ ببعض المقتنيات الخاصة بهم حتى لا تتضرر من الحريق بمساعدة أفراد الطاقم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ويوضحون أنهم توجهوا إلى مهبط الطائرات العمودية على متن السفينة، مشيرين إلى أنهم وفي أثناء توجههم إلى المهبط شاهدوا بعض القذائف وطلقات الرصاص تتطاير حولهم من جهات عدة، ولم يكونوا يعرفون مصدرها، واحتموا بغرفة المحركات حيث أصابت إحدى الطلقات خزان ثاني أكسيد الكربون السام بالسفينة، والذي أحدث لهم مشكلات في التنفس، وانتظروا حتى نفذ الغاز بالكامل ليتمكنوا من التنفس. صحيفة الحياة اللندنية اهتمت بجوائز نوبل العلمية وعنونت الصحيفة نوبل لثالوث أمريكي بريطاني عن فيزياء بنية المادة المتطرفة. وتقول الصحيفة كان الثالوث الذي نال جائزة نوبل 2016 للفيزياء جسرا علميا يربط بين الفيزياء الميكانيكية لإسحاق نيوتن في بريطانيا ونسبية ألبرت أينشتاين في أمريكا مع امتداد ألماني أيضا، إذ شهدت بريطانيا مولد الثلاثة الفائزين، واحتضنت جامعات أمريكا أعمالهم العلمية في جامعات واشنطن وبريسنت ونيو جيرسي وبراون على التوالي. وتضيف الصحيفة الطريف أن نصف الجائزة ذهبت إلى الأكبر سنا بينهم، فيما تقاسم نصفها الآخر الاثنان الأصغر سنا. هل الكتابة هي صخرة سيزيف الرمزية؟ بهذا السؤال بدأ الروائي العربي وسين الأعرج مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي، وقال الكاتب كثيرا ما انشغل الكتاب والنقاد بسؤال الكتابة الذي يبدو في ظاهره سهلا، لكنه يتعقد باستمرار بتعقد العصر الذي تعيشه أجيال الكتاب المتعاقبة وفق مقتضيات وحساسيات مختلفة. سؤال مرجعي يحيل إلى ما نكتبه وننجزه من نصوص، وما يشغلنا من أسئلة وجودية معقدة، ويشغل أيضا قراءنا بوصفهم الامتداد الطبيعي للنصوص التي يقرؤونها حتى ولو كان ذلك في دائرتي التوافق والاختلاف. هل الكتابة هشاشتنا تجاه ما يحيط بنا؟ وربما كانت هي واحدة من أهم صفات الكاتب، أي قدرته على تشغيل حساسيته الإنسانية في أقسى وأقصى درجات الحياة واليأس.
أم أن الكتابة هي الفعل الفيزيقي الشبيه إلى حد كبير بصخرة سيزيف المتسمة بالفعل التكراري الأبدي في رتابة مضنية لا تتوقف أبداً، ومع ذلك فهو يكررها ويتحسس أماكنها الأكثر تجدراً. هناك سحر خاص في هذه العملية المستديمة التكرار يجعل من هذا الجهد الكتابي أمراً ليس فقط مقبولاً ولكنه مرغوب فيه. ليس سهلاً أن يجبر الكاتب نفسه على الجلوس ساعات طويلة ملتصقاً بكرسي ليس دائماً وثيراً، وقد يكون من ورائها العديد من الأمراض ناهيك عن الإرهاق والأعصاب والمعدة والضغط. يظل أقربها وأخطرها مرض التجلط القاتل بسبب البقاء ملاصقين بالمكان مدة تتجاوز 10 ساعات، قد تصل في حالات الضغط الكتابي إلى 20 ساعة لا ينام خلالها الكاتب أكثر من 3 أو 4 ساعات. ليس جهد الكتابة أمرا هينا، فهو إن ساعد الذاكرة على الاستمرار في الحياة كما يقول بعض علماء الزهايمر فهو يقصر من الأعمار عندما تتحول الكتابة إلى رديف لمهنة الحياة والموت أيضا. بهذا القدر من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، أترككم في أمان الله وحفظه ونتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.